الفيديو فعلا كان فيه كلام كتير عليه، بس انا يعني يمكن من ساعة ما طلع موضوع كورونا انا ابتديت اعمل حاجات عشان الناس كلها تستفيد. بكون قاعدة في الصيدلية بتطلع ابحاث جديدة، فان احنا بتكلم بيها مع الناس او بشرحها بطريقة مبسطة. هنحط اللينك تحت علشان لسه ما شافش الفيديو، اللي ما شافش يشوفه يعني. طب الناس ماشي عشان ما لحقش يشوفه تاني. لا، هي معلومات قيمة جدا. هي المشكلة ميري الناس اللي هي مش عارفة الدور الصيدلي في كندا، وهي بالتأكيد هم دول الناس اللي عملوا ضجة على الفيديو، لأنهم مش عارفين مكانة الصيدلي هنا في المجتمع، وقد ايه الهارد ورك، وقد ايه ريسيرشز، وقد ايه سكوب الورك بتاع الصيدلي. فمعلش هنتعبك يعني تفهمينا دور الصيدلي هنا في كندا. اوكي، الصيدلي دوره زي اي مكان في العالم. احنا بالنسبة لنا في كندا، لو هركز قوي في كندا على حسب البروفنس، صرف الدواء ده بالنسبة لنا احنا في كندا حاجة بنسميها 1% من الشغل بتاعنا. يعني مفيش حاجة اسمها للناس اللي كانت بتعلق على الفيديو بتقولك انت مجرد صيدلانية. لا، هو صيدلانية دي مش معناها ان انا باخد الدواء اصرفه فقط. لا، في حاجة اسمها ان انا لازم اخد الهيستوري، التاريخ بتاع البيشنت اللي قدامي، اعرف هو عنده ايه، اعرف الدكتور كتب له الدواء ليه، الدكتور فهمه قال له ايه عن الدواء. لازم اخد كل المعلومات والبيانات عشان افهم هل الدواء ده مناسب للمريض ولا لا. افترض ان الدواء ده ما كانش مناسب، انا مش مستريحة، انا شايفة ان في حاجات تانية ممكن افضل في العلاج، او في تعارض، او في interactions مع حاجات تانية، او في allergy، او في اي حاجة، انا ما مش هنسب يعني، ما حدش هيقدر ان هو وقتها انا او غيري من الصيادلة هيصرف الدواء. هنعمل contact مع الدكتور، هنتكلم معاه، هنقول له وجهة النظر، هنحاول نوصل لحاجة في صالح البيشنت او المريض. زي ما الدكتور بيبعت ناس للسبيشاليست، بيبقى حد متخصص، فهي بتبقى تخصصات. انا ما اقدرش اشتغل من غير الدكتور، الدكتور ما يقدرش يشتغل من غير الصيدلي، الدكتور ما يقدرش يشتغل من غير السبيشاليست، فهي بتبقى يعني بتبقى تخصصات. احنا بالنسبه لنا كابحاث، للناس برضو اللي كانت بتتكلم على الفيديو وتقول لك انت مش باحثه، انا عايزه اقول لكم ان في الوطن العربي، لان انا اشتغلت في الوطن العربي وفي مصر، فكان مجالي ريسيرش، كنت بشتغل في الابحاث، وكنت بشتغل برضو في جزء في البرودكشن اريا اللي هو الانتاج. فحته ان انا عشان اقرا داتا، انا مش محتاجه ان انا حتى اكون شغاله في ريسيرش، ولا محتاجه ان انا افهم. لما اقول لك كفاءه الفاكسين كذا، لما اقول لك معلومات بسيطه، انا ما بكلمش او ما باخدش معاك في الميكانيزم اوف اكشن. فالموضوع ده سهل جدا ان اي حد يفهمه. هرجع تاني لسؤال تأونيس على دور الصيدلي تاني. احنا زي ما انا قلت ده الجزء الاولاني. في طبعا احنا ممكن بندي التطعيمات، بنعمل تحاليل لكورونا. في بعض البروفنس احنا اللي بنعمل اوردر للبلاد تيست، ان انا بدي الورقه للبيشن هو يروح يعمل لي تحاليل عشان اقدر اشوف الادويه المناسبه. ممكن ابتدي انسولين، ممكن ابتدي حاجات كتيره على حسب الكيس اللي قدامي. خاصه ان زي ما انتم عارفين في كندا، اول ما اتعمل موضوع كورونا، اول حاجه حصلت العيادات كلها قفلت، الدنيا قفلت، فكان المكان الوحيد اللي مفتوح لعمره ما قفل ابوابه هو كان الصيدليه. فاحنا خدنا يعني احنا وقفنا في وش المدفع، ما كانش معانا حتى ولا ماسكات ولا جلوفز ولا اي حاجه تحمينا. وقع منا كتير ومات منا كتير كصيادله، لانه تاني ما كانش فيه غيرنا، والناس كلها بتجري علينا، ناس كتيره كانت مصابه ومش عارفه، واحنا ما قدرناش ان احنا حتى نقفل ابوابنا ولو يوم واحد. لا تدخلي ايه بعد